الواضح السعودي هو أحد أندية الدرجة الثالثة بمنطقة حائل في منطقة حائل، تأسيس عام 1397. ألوانه الأخضر والأصفر. الملعب موقف بالسعودية. الدوري دوري الدرجة الثالثة السعودي عام 2015-2016. أما عن الإدارة فالمالك الهيئة العامة للرياضة بالسعودية. أشكركم أعزائي المشاهدين، وأتمنى دايما أن تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد وحصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.